بالنسبة للمنتخب الوطني وبالنسبة للجامعة المغربية. هذه رسالتي لرئيس الجامعة الملكية المغربية السي القجع، بأنه بالنسبة للتسيير فهو والله تبارك الله عليه، على مستوى النتائج اللي حقق أرقامه كتدل عليه، لا على مستوى المنتخبات الفئوية بجميع فئاتها، وآخر نتيجة هي المنتخب نتاع كرة القدم نتاع القاعة. هنيئا لنا بالوصول الى الثمانيه، مدلو الثمانيه ومدلو الحمل ديال الثمانيه، وفي هذه الارقام حنا كنعطيو المداليل. كذلك بالنسبه للمنتخب، الناس اللي فاقده حاسه المشاهده، حاسه البصر عندهم في القلب، هذوك الناس راه كانوا كيشوفوا. انا فاش كنت كنشوف داك سليسلا كيلعب الكره، والله لا تظنوا بانه حقيق بانه يفقد حاسه المشاهده، ولكن الحصول فريقه على الميداليه النحاسيه في الالعاب الاولمبيه فهو والله نتائج مبهره. يعني بالنسبه غير عندي ليهم واحد كذا، بانهم يحاولوا يديروا بعض الدراسات ويبقاو يختاروا اللعيبيه الارقام على حسب المداليل نتاعهم الازدياديه، ما يعطيوش شي رقم اللي يمكن له يطلع يلعب طاقه سلبيه على اللعيبي. كاين لعيبي اللي كتلقى السلوك نتاعو بانه كيتبدل. زياش مثلا، زياش المنتخب كيعطيه يلعب رقم 7، هل الدول اللي كيلعب مع بها اللي كيلعب معاها خارج في الاحتراف واش عمرو علق رقم 7؟ هذا هو السؤال المطروح. 22 علاش كيعطيوه 4؟ او كيعطيوه زوج الازواج، فاش كيجمع ديك السبعه هنا في المنتخب فانه كيغلب عليه داك الزوج نتاع المشاكسه والزوج نتاع الزوج نتاع. فاش التصريح ديال المنتخب الوطني الحالي بانه سبب غياب زياش ان بعض السلوكيات، بعض دائما عاده اللعيبي فاش كيكون رقيقي واللعيبي فاش كيكون فنان وعنده الدور ديالو في المنتخب الوطني والدور ديالو، بان من يتحمل المسؤوليه اللي ما قدش يقوم السلوك نتاع اللاعبين؟ شكون ما يقومش؟ هذاك راه جايبو تلعب الكرة عنده في رجليه، ولكن خص يكون واحد الإطار اللي هو تقني لتقويم بعض اللاعبين وإعادة، حتى إلا كان عنده شي زلات ولا شي أخطاء نحاولوا نصلحهم له، ماشي أنا ما قادش نصلح له داكشي اللي تشكيت منه على مستوى بعض السلوكيات. والله أعلم بعض السلوكيات أنني نحرم ديك الموهبة ونحرم المنتخب الوطني من 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 اللاعب زياش. زياش له مكانه في المنتخب المغربي، احب من احب وكريه من كريه. لعيبي لاعب كبير زياش، حكيم زياش لاعب كبير، غير انه ديك الحكيم اللي كيحمل على مستوى الاسم خصهم انه يحولوها له على مستوى الرقم ويكون حكيم على مستوى الرقم، وسوف يتغير السلوك نتاعو. حكيم زياش حتى بالنسبه للخلق نتاعو كيبان درويش، كيبان زويون، ولكن راه الارقام كتلعب دور سلبي. فاش كيعلق على مستوى الظهر نتاعو كيعرق بها، والله كتلعب له الطاقه السلبيه. لاحظوا المنتخب الارجنتيني، المنتخب الارجنتيني فاش حيد مارادونا رقم 10 الله يرحمه، انا بقات معلقه حتى واحد ما بغاو يعطيها، لياقاش يحترمون الارقام. لاعب رونالدو فاش كيلعب رقم 7 واش عمر رونالدو بدل الرقم؟ ما كيبدلش الرقم، كاين لعيبيه كيحترموا روماريو والعديد من اللاعبين بانهم كيقدسوا الرقم اللي كيعملوه، بقاش مختارين على حسب الميلاد نتاعو، على حسب الطاقه الاسميه نتاعو، ولا حسب المدلول نتاعو، وفاش كيلبسوا بانه كيعطي به. بقاش للاعب الكره، للاعب ديال الكره الارقام، للاعب ديال كره القدم، وهي كره القدم، راه الارقام راه هي كره القدم. وان شاء الله سي عبد الاله غادي نديروا انا وياك شي حلقه اخرى مسبقا، وغادي نقولوا علاش كتلعب برقم، علاش كتلعب بعدد 11، وعلاش بروميير ميطون فيها 45 دقيقة، وعلاش فيها منطقة 6 أمتار، وعلاش فيها 7 المتر ضربات الجزاء، وعلاش فيها عدد ضربات الجزاء 5، وعلاش فيها وعلاش فيها وعلاش فيها، وعلاش مدلول ديال بروميير ميطون هو التسعود، وعلاش مدلول ديال الدوزيام ميطون هو التسعود، وعلاش مدلول ديال الماتش كله هو التسعود، 45 دقيقة و 45 دقيقة هي 99، وعلاش وعلاش وعلاش. حقاش تلعب كتلعب بالاسم ديال اللاعب، وكتلعب كذلك بطاقته الاسميه وبطاقته الرقميه، مع الاسف بان حنا كنعتمدوا غير على الطاقه الاسميه ونهمل كل ما هو رقمي. خصو يلعب يلبس 22 وخصو يلبس 14، قاعد ثلاثه ديال الارقام. وراه كنت درت واحد التدوينه
في كأس العالم وقلت لا لعب زياش برقم 7 بأنه سيضيع ضربة جزاء في عهد رونار، فاش توقعنا انا معاك انا وقلنا لك رونار بانه لماذا رونار كيلعب بالطاقه ديال القميص الجبيضه القميص الابيض دائما، لماذا اوسكار فيلوني الله يرحمه كان كيلعب بضماده بيضاء؟ لقاش كاين اللي كاين هذوك الناس عندهم بالنسبه لهم الطاقه الالوان، حتى الله سبحانه وتعالى في الصوره ديال البقره راه عطاهم باللون بقره صفراء فاقع لونها، ما نبقاوش كاين الطاقه اللونيه وكاين الطاقه الرقميه وكاين الطاقه الاسميه، وخصوصا بالنسبه للاعب المسلم اللي عنده العقيده نتاعو الخماسيه بانه خصو يحتاط من الرقم اللي كيلبس علامه نظاره. كاين شي تفاعل فيما يخص مستقبل المنتخب يعني تسير بكاس الافريقيه وكاس العالم؟ تكون شي نتيجه مزيانه؟ تكون نتيجه مزيانه رغم بعض الانتقادات، تكون نتيجه مزيانه مع واحد. ها؟ مع واحد. مع اكس. مع اكس. المنتخب المغربي هاد الشيء اللي يبان على مستوى المؤشرات، على مستوى القاعة، على مستوى حتى اللي ما واش هادوك اللي ما كيشوفوش، أنا ما كنبغيش نشوفو ما كيشوفوش، لحقاش هادوك كيشوفو أحسن مني، اللي دوز ثلاثة د اللعيبين سليسلاوي ماركي البيت راه كيشوف أحسن مني، لحقاش كيشوف بالبصيرة نتاعو، واش كيشوفو المدرب؟ واش كيعرفو المدرب نتاعو؟ باش كيلعبو؟ بالنفس وبالطاقة النفسية والطاقة الرقمية، المنتخب المغربي للكبار محتاج إلى خبير نفسي، مدرب اللي كيلعب على النفسية أكثر ما يلعب على التقنية، لحقاش عندنا الرقيقية. ربما ان داك اللعيب كيلعب وما راضيش بديك الخطه اللي عطيه المدرب، ودخلهم يلعبوا غير بيناتهم راه يجيبوا الخير ويجيبوا التيسير. هذا معناه ان واحد غادي يمشي في حياته، واحد غادي يمشي في حياته. فهمت من كلامك؟ نعم، واحد غادي يمشي في حياته. مع اكس المغرب قد غادي يدير النتيجه الايجابيه مع خصو النمط باش كيلعب يقيد المغربي، والمغربي ما كتصلحلوش ديك الخطه الانضباطيه، المغرب عنده المدرسه بحالو بحال ديال الارجنتين، بحال المدرسه الحريه في التحرك في الميدان، ما تقيدش، تقيدو على مستوى الاسم، وداك التقياد على مستوى الاسم، وداك الانضباط على مستوى الاسم، مستوى السلوكيات، يعني غادي تقيدلو على مستوى الموهبه، والموهبه عندها علاقه بالارقام، ما عندهاش علاقه بالاسم. الموهبه عندها بالارقام الذاتيه نتاعو الداخليه هي اللي كتحكم له في الموهبه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.